As a capacitor is being charged in an RC circuit, the current flowing through the resistor is معادلة الكرنت اهي الابسلون اللي هو الفولتج للباتري على الريزيستنس ضرب اي اس ماينس تي على ار سي. فكل ما الزمن يمر تي يزيد وبالتالي الرقم ده السالب يزيد، بعد شويه يبقى القيمه دي بصفر وبالتالي التيار يقل 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 ويوصل للصفر امتى؟ لما الفولت على الكاباستور يساوي الفولت للباتري، مبقاش فيه فرق فولت فالتيار ما يمرش. فطول ما يمر الوقت التيار عمال يقل لغايه ما يوصل في النهايه صفر وبالتالي decreasing. For the circuit shown, what happens when the switch is closed؟ لما نقفل هنا ايه اللي هيحصل؟ التيار هيبدا يمر، طبعا في البدايه يكون كبير، يكون ابسلون على ار، ويفضل يمر يزيد الفولت يزيد 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 لغايه ما الفولت هنا وهنا يتساووا فيبقاش في اي فرق فولت وبالتالي التيار يقف. بيقول nothing current cannot flow، الكلام ده غلط، current will flow. The capacitor immediately charges up to the battery electromotive force، يعني في لحظة الفولت هنا يساوي هنا، لأ طبعا هياخد وقت كتير قوي لأن ال V هتساوي ال V على الكاباستور هتساوي الإبسلون بتاعت البتري في واحد ماينس القيمة دي. كل ما يمر زمن دي هتبقى صفر، فده هيوصل لده إمتى؟ بعد زمن طويل. فإيميديتلي لأ، ده كاباستور إيفينشولي بالنهاية تشارجز أب تو ذا فول باتري electromotive force at a rate determined by R and C. طبعا ده اللي بيقوله القانون، بيقول في النهاية ال V كاباستور هيساوي ال V باتري، بس امتى الوقت؟ الوقت بناء على قيمة ال R C. الكلام ده صحيح. The capacitor charges up to a fraction of a battery، يعني مش هياخد كل الفولت بتاع البتري، لا هياخده كله، هيتساوي في النهاية. The capacitor charges up to a fraction of the battery electromotive force determined by R only. لا هو مش fraction، هو full. Charges up to a full battery. بيقول when capacitors are connected in series، يعني capacitor كده C1 C2 مثلا 10 و10 لما يتوصلوا in series هيبقى 5. فبيقول the effective capacitance is، هل يا ترى greater ولا equal ولا less than the smallest capacitance؟ يعني مثلا فرض في 10 و100، 1 على 10 زائد 1 على 100 ناخد مقلوبة هيطلع أقل من 1 على 10، أقل من 10. يعني نشوف كده، 1 تقسيم 10 زائد 1 تقسيم 100 هيطلع رقم لما اقلبه يطلع اقل من 10 فطلع 9، فمعناه ان هو يكون less than. يبقى الخيارات اللي بقى كلها غلط، لان بغض النظر عن هنا مفيش الا ده اللي صح. بيقول when capacitors are connected in parallel، يعني لو كده المرة دي parallel، فلو ده 10 وده 100 يبقى الناتج 110. فبيقول the effective capacitance is greater than، هو الحل الأصعب موجود، the largest capacitance وبالتالي السي.